والبداية حلوة قوية والبداية الجميلة أكيد بيلسان. وخلينا نتعرف عليك، مين بيلسان وكيف بلشت هالموهبة عندك؟ أنا بيلسان خالد نعيم زاد، لاجئة عائدة إلى بيت نبالة إن شاء الله. أنا طالبة في مدرسة بنات رام الله الثانوية التابعة لمحافظة رام الله والبيرة، صف 11. أنا عندي موهبة الدبكة وإلقاء الشعر والجمباز. بحب هاي المواهب لأنه بتعبر عن ذاتي، بقدر المشاعر اللي جواي أعبر عنها عن طريق هاي الأشياء. حلو، ممتاز كثير. وبيلسان ما شاء الله عندك حضور كمان وخامة صوتية مميزة جدا. لما بنحكي الموهبة، الموهبة إلها كثير من يعني الحوافز والدوافع. بنحكي انه عائلتك دائما هي البيت الاول طبعاً. واللي بدعمك. يعني لما بنحكي ما بين الدبكه والالقاء، باي عمر بلشتي فيها؟ اول شيء انا القاء الشعر كنت من زمان، ببدايتي كانت اول شيء طبعا الحضن الاول هو كان لنا الاذاعه المدرسيه. كانت بالبدايه الاذاعه المدرسيه امي او تكتب لي، لانه حتى ساعدني انها امي مع المترجمه العربيه، فكانت تكتب لي اشياء كنت ألقيها على الإذاعة المدرسية. وبعدين صرت في المسابقات أشارك وأطلع، وبعدها صرت في إحياء ذكرى معينة للشعب الفلسطيني أشارك في تأبين أسرى أو شهداء أو هيك. نعم، كانت فرصة بالنسبة لك هاي لتتشكل عندك الخبرة أكثر وأكثر، خاصة أنه أنت من عمر صغير كثير بلشتي فيها تعبري عن هذه المواهب. كيف طورتي حالك مع مرور السنوات؟ طورت حالي أنه أسمع أكثر للشعراء، أكتر أسمع مفردات عشان تخليني أعرف أحكيها، لأنه إذا عرفت معنى الكلمة بيخليني أعرف أحكي أحسن، لأنه بقدر أوصل الفكرة للإنسان اللي أنا بلقي له. والإشي هيك ساعدني أكتر كمان المخيمات الصيفية. حلو. اللي بيعملوها التربية. طيب بيلسان، خلينا نسمع هيك أول قصيدة، وحكيتي لي أنه حتكون للأسرة. قصيدة هذا المنفى للشاعر عدنان بلاونة. هسه رح أحكيها. تفضلي. هذا منفى هنا البرد القاسي يمه، بالحرية كيف أشفى، ما أنا عايش بوطني غريب، بصحراء فيها جاحظين، مكبل مكيد بدينا، بالعذاب اللي يصير، عندي ألم وعندي غم وتعبي عني ما يغيب، وعندي هم الله وكيل، شي بيخلي الراس يشيب، بس لا تفكر بالحكم القاسي، ترهبني وبتهز إحساسي، ما أنا فلسطيني يا جاهل، دوم بعزة رافع راسي، شفت المؤبد عندي ساهر، لو بتحرمني شفت ناسي، لو بتحكم بالهوايل بالعذاب وبالمآسي، بالقيود وبالسلاسل وبالعزل بشبح الكراسي، بهذا حكمك ماني سائل وهذا وطني وماني ناسي. الله عليك، الله عليك يا بيلسان. بنوجه التحية، كل التحية للشاعر الفلسطيني القدير في الحقيقة عدنان بلاوي، صاحب هذه الأبيات الشعرية. ويمكن بيلسان يعني أنت قدمتي طبعا هذه القصيدة بجزء شوي بيشبه طريقة عدنان. أنت بتلوني في هذا الجانب، يعني بمعنى أنه يمكن القصيدة بتفرض أحيانا حالها على الأداء اللي بتقدمه بيلسان. بحب أنا دائما في القصائد أحكي في اللهجة الفلاحية، لأنه بحس بنفس الوقت أني أنا حملت تراثي معي وأنا بحكي في القصيدة. نعم، عبرتي عن هويتك. بالضبط، عبرتي عن هويتك، وهذا حلو جدا. كمان أنا انبسطت هيك كمان بالإلقاء، أنه عندك كمان لغة جسد، أنه كمان بتفسري كل مشاعرك من خلال هذه القصائد. وحلو الواحد هيك يدمج ما بين القراءة وأيضا تجسيد هذه المشاعر. بيلسان، لما بنحكي عن موهبة بنحكي عن مدرسة كمان بتدعم، عن زملاء بيدعموا. هاي كمان فرصة لنشكر وزارة التربية والتعليم ودائرة النشاطات اللي كمان برشحونا إياكم لتكونوا جزء من هاللقاء. كيف شفتي إنه المدرسة صقلت هويتك، وبكل سنة عن سنة كيف بتتطوري معهم؟ أول إشي المدرسة زي ما حكيت كانت جد الحضن الأول لإلنا في المشاركة. أول إشي كانت في الإذاعة المدرسية، لما نشارك في الإذاعة المدرسية فهم بيكتشفوا مواهبنا، بالتالي إنهم بيقدمونا للمشاركة في مسابقات وكنا ننجح فيها. حتى تكريمهم لإلنا لو بإشي بسيط كان بعطينا، يكون داعم لإلنا ويشجعنا. حتى التربية يعني كانت برضو كتير داعم لإلنا. حتى أنا هسا في أندية الموهوبين ثقافيا، هو مخيم صيفي. حلو. مع مسوي صال في التربية.
جميل جميل جدا. شاركتي في مسابقات لها علاقة بالإلقاء؟ شاركت وجبت المرتبة الثالثة مكرر في قصيدة هذا المنفى كمان. جميل جميل. قبل ما نروح للقصيدة الثانية بدنا نحكي عن الدبكة والفلكلور، وانت سفيرة الثقافة والتراث الفلسطيني من كلامك هيك ما شاء الله عنك، كل التفاصيل اللي لها علاقة بالتراث حافظيتها. انت حاليا مع فرقة الاستقلال صحيح؟ فرقة الاستقلال الفنون الشعبية. امتى بلشتي بالدبكة؟ بالبداية بديت مسيرتي في الدبكة في وأنا صف سادس، كنت في فرقة الفنون الشعبية. بعدها أكملت مسيرتي في المدرسة في المسابقات أو إحياء ذكرى معينة في المدرسة، الفعاليات الوطنية بالضبط. وأنا هسه حاليا في فرقة دبكة الاستقلال. جميل جميل جدا. وفرقة جامعة الاستقلال أيضا بنوجه لهم كل التحية وللأخ محمد داقنداح. طيب نسمع قصيدة بدي أحكي قصيدة لتميم البرغوثي. كتير بحب تميم البرغوثي حتى إلقائه في الشعر. ففي القدس من في القدس إلا أنت، في القدس أبنية حجارتها اقتباسات من الإنجيل والقرآن، في القدس تعريف الجمال مثمن الأضلاع، أزرق فوقه قبة ذهبية برأيي مثل مرآة محدبة ترى وجه السماء ملخصا فيها. طب جميل، خلينا ننتقل من الفلسطيني إلى المصري. وحكيتينا أنه كمان إليك أنت مع هشام الجخ، وهشام الجخ اللي شعره كمان له طابع جميل جدا، خلينا نسمع. طبعا. دخلت عليها عرفاني أن الكذاب كالعادة، ومن يكشفني غير أمي اللي خبزاني وعجناني وخالع بيدها أسناني، فعرفت بس من صوتي إنها شهادة وشهدت يجي متمرة. حلو جميل. حلو ممتاز جميل. وكل قصيدة عم تلقيها يعني بطابع معين، بتعطيها بلغة ومشاعر وحتى نبرة صوت. صحيح، وبلغة الجسد بكل هاي التفاصيل، وهذا شيء جميل جدا. وين بتطمحي تكوني بيلسان؟ أنا بطمح صراحة أنه أصير محامية، بس أكيد مش راح أترك إلقاء الشعر، لأنه كتير منيح أنه مهما تربى أجيال يضل إشي متمسك فينا زي الشجر المتمسك. الحفاظ على الموهبة إلى جانب الرغبة الأكاديمية. طب جربتي تكتبي إشي خاص إليك؟ مرة جربت في تعبير في المدرسة في الصف، كتبت عن الأسرى اللي حفروا وطلعوا. صراحة حتى أمي اندهشت من اللي كتبته، وأنا نفسي يعني، بس أنا مش حافظته عشان أحكيه. لا إحنا مبسوطين يعني. حلو حلو إنه يكون عندك هاي المبادرة، وشوي شوي كل ما بتصيري تكتبي أكثر وتقرأي أكثر حتكوني لحالك شخصية شعرية خاصة. بيلسان طبعا إحنا بنشكر أهلك طبعا بالبداية، وبنشكر كمان مدرستك وكل هالنشاطات المميزة، وبنطمح إن شاء الله إنك توصلي لأكبر مكان. بدي رسالة منك للطلاب، كيف كل طالب هيك يكتشف موهبته، كيف يشتغل أكثر على هواياته ليطلع فيها ويرتقي فيها أكثر؟ بنصحكم أول شيء جد في أي محاولة، أي فرصة بتكون لكم للتسجيل في مخيمات صيفية، إنكم تسجلوا فيها، لأنه كتير مهمة وكتير بتفيدكم في العطلة الصيفية. حاولوا شوفوا أنتوا وين بتلاقوا حالكم، حاولوا اكتبوا، حاولوا إلقوا شعر، حاولوا اعملوا أي شيء، والفشل مش نهاية النجاح. والمخيمات الصيفية بالتأكيد هي فرصة للنشاطات المنهجية أو التعلم أيضا من خلال هذه النشاطات، بالتالي بتنمي هذه المواهب. شكرا جزيلا بيلسان. شكرا النبالي، نتمنى لك كل التوفيق والنجاح إن شاء الله. الله يسعدك، يسعد صباحك. يعني أحلى ختام كان مع بيلسان وهاي الموهبة الجميلة، والشكر كمان لريما على هالمزيج الجميل من الحلقة الرائعة جدا. بوجودك على يسعدك يا رب، وبوجود طاقم التصوير والصوت ومخرجنا طبعا يوسف مروان. كل التحية مشاهدينا بهالفقرة، بنختتم اياكم مشوارنا الصباحي كالمعتاد، كل فقراتنا موجودة على فلسطين هذا